الاختصاص والتخصص، أنا أتحدث عن عالم البنوك، ما جبنا طاريه إلى الحين، والتحول السريع اللي قاعد يمر فيه هذه الفترة. ربما الحين الشكل اللي قاعد يطلع صيته اللي هو موضوع البنوك الرقمية، سمعت عنها وكنت تدري عنها دي أبو وليد. أنت وش فلسفتك وش نظرتك لحالة البنوك في وقتنا الحالي؟ أول شيء البنوك يعني هي ذراع اقتصادي مهم للعمل الاقتصادي ككل، فوجودها مهم وتساعد في جميع المجالات وشايلة حمل كبير. حتى الإسكان الأخيرة وزارة الإسكان اعتمدت اعتماد كثير على البنوك، وكانت خطوة وجريئة من الوزارة أنها تفرغت للإدارة وللبرامج وللمتابعة والتخطيط، وتركت مجال القروض ومجال الأموال والتحصيل كلها للبنوك. فهذا هذا مجالها يعني. هذا بالنسبة للتقنية ما في شك احنا وصلنا إلى تقنية الحمد لله متطورة كثير، ننافس دول مجاورة وننافس دول أخرى، ولا يزال الوقت مستقبلا في أفكار جديدة، في تطور جديد. يعني مثلا أنا يمكن لي حلي يمكن 6 أشهر أو أكثر ما رحت البنك، كله تابع خلال التقنيات الموجودة يعني. فالبنوك الآن بدأت يعني تستفيد من التقنيات، حتى يمكن الفروع، بعض البنوك حاول تخفض من الفروع اللي كانت أول فروع كثيرة وموظفين كثير وصاريف وأجارات ومقرات، فكله بالتقنية. فالآن ممكن تخلص أعمالك وأنت في بيتك أو في مكتبك أو في سيارتك. فالبنوك لها دور وحتطور أكثر كمان مستقبلا، وما في شك السيولة اللي عندها. طبعا هي البنوك يعني أنا أرى أنها يعني كذلك عندها مخاطرات، يعني عندها لأن هذه أموال مودعين، أموال مساهمين، أموال إيداعات، أنا وحسابي وحسابك والثاني. إذا ما حافظت عليها في موضوع الإقراض، موضوع التسهيلات، موضوع هذا، يعني هذا خطر كبير. فالحمد لله البنوك من ناحية هذه منظمة وتتهم بأنها ما تعطي قروض، ما تعمل، ما تساهم في هذا، لكنها بالعكس هي تساهم في ضوابط البنك المركزي، في أنظمته، في محافظة على حقوق المساهمين، لكن دورها كبير تؤدي حتى اجتماعيا، لها دور اجتماعي كبير في شيء معلن في شيء غير معلن. في كثير الحين من البنوك الجديدة اللي طالع، البنوك الرقمية هذه، تستغني استغناء كلي عن مفهوم المكتبي وما إلى ذلك يا أبو وليد. الناس تخاف كذا، أتكلم على الموظفين والموظفات اللي يعملون في القطاع المصرفي، بيقولون يعني وش بيصير علينا؟ الله ما يخليهم، لا تخاف عليهم أبدا، كل مجال هيفتح مجال ثاني. كان في مجالات سابقة عندنا موجودة يعني وانتهت، تكفلت كثيرة. مثلا يعني مثلا السقة، كان السقة له دور كبير وهو كل شيء انتهى السقة الآن، في جستجي من مواصير وموية وإشياء، فراح دور ثاني الحمد لله. يعني فالموظفين ذولا يعني في الصناعة عندنا مطلوبين، في السياحة مطلوبين، يعني في قنوات أخرى حيدخلوا فيها وحتخلق الحمد لله. بلدنا الآن في مشاريع وفي رؤية وفي تخطيط، يعني حي محتاج إلى عدد كبير إن شاء الله من هذه الكفاءات. الحراك المتعلق برؤية 2030 بيخلق قنوات اقتصادية جديدة في تقديرك كرجل أعمال؟ نعم، الرؤية 2030 صراحة يعني نفتخر فيها، وبدأنا نحس من النتائج اللي حصلت فيها، ولازلنا احنا في المراحل الوسط لهذا، وإن شاء الله احنا أكثر. رؤية مميزة، كثير حتى من خارج المملكة يعني يفتخرون فيها ويتمنونها أنها عندهم يعني. على 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 المستوى الاقتصادي انت شلون شايف هذا الحراك؟ يعني ترى مصطلح مثلا، في مصطلحات جديده ما كنا نسمعها من اول، اللي هم اصحاب المنشآت المتوسطه والصغيره. نعم، هذه من تالي بدينا نشوفها. نعم، يمرون بصعوبات، يمرون بعقبات، لكن تعدديه هذه الاشكال وش اثرها الايجابي على اقتصادنا؟ والله الرؤيه ما تركت كل مجال يعني اهتمت فيه، وهذه واحده من الاشياء اقتصاديا، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حفظت استمراريتها، حفظت تسهيل معوقات التحديات اللي
خلق فرص جديدة، السعودة، يعني كل هذه أشياء الرؤية يعني ما تركت إلا اهتمت في هذا المجال، ولا أفضل، أنا أرى أنها لا أفضل، لكن كل شيء له يعني سلبيات، كل شيء له ظروف معينة، يعني ضريبة لهذا تأخذ فترة معينة، بعدين حيكون نتائجها جدا ممتازة إن شاء الله.